انا عايزاكم تسمعوا صوت القرمشه دي. بطاطس مقليه في الاير فلاير بطريقه بسيطه وجميله. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لابي وامي وامهات المسلمين اجمعين. انا عامله نوعين اتنين من البطاطس في الاير فلاير، الرفيعه العيدان ديت، بطاطس الكلبوزه اللي كل الاطفال بيحبوها سواء دي او دي. يلا هنشوف الطريقه. اهم حاجه بالنسبه لي ان انا هكون مختاره نوع بطاطس، اصلا بطاطس تحمير، بطاطس آلية، مش البطاطس اللي هي بتاعة الطبيخ او السكرية زي ما بنقول. انا هنا قطعت البطاطس كل نوع هعمله لوحده. دي الرفيعة زي ما انتم شايفين عيدان كده، انا عندي قطعها بتقطعها نفس الحجم كده كلها، بغسلها كويس وبصفيها واجهز مية مغلية. اول ما المية بتغلي من غير اي اضافات خالص بحط البطاطس بتاعتي، يدوبك طبعا البطاطس بتبقى ساقعة. اول ما المية تبدأ تغلي تاني رشة ملح بس، اروح شايلة البطاطس على طول. انا ما خليتهاش حتى خدت غلوة، يا دوبك سخنت اللي هي اللي خلاص هتغلي. زي ما انتم شايفين المية مش مغلية خالص، بطلعها على طول على مية ساعة تحت الحنفية علشان اوقف الحرارة اللي فيها. ودي البطاطس التانية تخينة مقلبصة كده زي ما انتم شايفين، ودي اختلفت شوية. انا سبت المية تغلي ونزلت البطاطس، ودي سبتها دقيقتين تلاتة كده اخدت لها غلوة كويسة، بس مش غلوة لدرجة ان هي تكون مهرية. سواء الرفيعة او القلبوزة بفردها على فوطة نظيفة عشان ما يكونش فيها اي نقطة مية. بس انا بحب الطريقة دي، باخد معلقة المعلقتين حسب الكمية بتاعت البطاطس اللي عندي في علبة، وانزل بالبطاطس وارك العلبة كويس. ممكن تحطي اي بهار او منكهات انت عايزاها، بابريكا بقى، ملح، زعتر، اي حاجة. برك العلبة كده كويس. الفكرة دي بتخلي البطاطس كلها تتغلف بالزيت. هتقولي لي هي قلاية هوائية، بس المفروض ان احنا ما نحط زيت. صدقيني لو ما حطيتيش زيت هتطلع البطاطس مجلدة معاكي ومش هتديكي النتيجة اللي انت نفسك تاخديها. يعني هي هوائية بس هي حاجة هتتقلي، تقلي يعني زيت، بس احنا بنقول الحاجة ان احنا بنحط كمية زيت اقل بكتير جدا. ودي البطاطس المقلبصة دي ما بردتهاش لان ديت بتاخد وقت شوية في الاير فلاير وبتاخد وقت عقبال ما تتظبط، فدي بقى اللي بتاعها على طول كده وهي سخنة مطلعة الدخان بتاعها زي ما انتم شايفين. لكن الرفيعة دي كان لازم تتعمل في ساعتها. طبعا انا ظبطت الاير فلاير على 200 ودخلت خليها تسخن الاول، بعد كده دخلت كل واحدة على شبكة. كل ما كان مفروضين على الشبكة كل ما هتديني النتيجة الاحلى، كلها لون واحد. دي مقرمشه من بره وطريه من جوه، طعمها رهيب. والعيدان اخر قرمشه ولا الشيبسي. طبعا هو الشيبسي صراحه ما فلحش معايا في القلايه الهوائيه. لو حد يعرف طريقه ان هو يطلع مظبوط كده وكويس مش محروق من الاطراف يا ريت يقول لنا. اتمنى الوصفات تكون عجبتكم وتكون بسيطه جدا زي ما انتم شايفين، لان البطاطس فعلا بتضايق ناس كتير بيكونوا اصلا جايبين القلايه علشانها. ما تنسوش تدعمونا بلايك وكومنت حلو زيكم.